شفتها في لجنة التحاليل المالية كوميسيون تونيزيان داناليز فينانسيير، اللي هي مؤسسة من مؤسسات الدولة. تقريبا كل دول العالم عندهم مؤسسة تشبه للكتاف بمسميات أخرى، لكن تقريبا هي نفس الوظيفة، اللي هي التوقي ولا تخدم على توقي من مخاطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وانتشار أسلحة الدمار الشامل. الثالثة ما عندناش عنا علاقة بها كبيرة ياسر في تونس. المهم في تونس الكتاف هي مؤسسة أو أحد أجهزة تابعة البنك المركزي، دول أخرى تحطها في مؤسسات أخرى، في رئاسة الحكومة، في وزارة المالية. أحنا في تونس اخترنا، ارتأينا أنه تكون في البنك المركزي. دونك هي مؤسسة من مؤسسات الدولة تراقب هل خطر هذا الموجود في كل الدول، للأسف خطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. تخدم المؤسسة هذه بالإشعارات، هي ما هيش هي المؤسسة اللي تنظر في كل التحويلات اللي تجي لتونس، هي عندها مهمة الرقابة، لكن الرقابة تجيها بعد إشعارات. فما عدد كبير من الجهات التي ممكن اللي هي تلاحظ فما ريبة وهي تخبر الكتاف، نذكر منها البنوك، تجار الذهب، الإدارة العامة للجمعيات، الإيجار المالي، التأمين، المحامين، الخبراء المحاسبين، هذم الكل اللي عندهم علاقة بموضوع التحويلات المالية. كيف يشوفوا هالمؤسسات هذه واحدة منهم أو عدد منهم يشوفوا عملية مسترابة، يشكوا شوية، هكا عندهم بنك مثلا عندها كليون يجيه تحويلات متعدة من دولة معروفة اللي هي عندها علاقة كبيرة بالإرهاب، تتحرك البنك هذيك شوية وبعد تبعث إشعار للكتاف. الكتاف خطر عندها أدوات وآليات كبيرة ياسر للتحري، عندها نفاذ إلى قاعدات بيانات في تونس لباس دوني الموجودين الكل، للتكنيك دانفستيغاسيون، عندها نفاذ الجهات الدولية تنسق معهم وتتثبت مك الإشعار هذاك صحيح ولا لا، كانوا حاجة سيريوس وفما شبهة صحيحة متاع تبييض أموال ولا تمويل إرهاب، تحول قضية للقضاء أو تحول ملف للقضاء. كان ما شافتش إنه فما شبهة بعدك التحري الأولي تسكر الملف. هو أكيد الكتاف تقوم بخدمتها، وهذا ما هوش تقييمنا أحنا، ما عناش الأدوات للتقييم متاع عمل الكتاف، لكن اللي نجم نقوله اللي هي الكتاف يتم تقييمها عملها هي من خلال تقييم تونس. تونس ككل دول العالم، نأكد على كل دول العالم بخلاف زوز ثلاثة بلدان، الصومال وكوريا الشمالية وأظن أفغانستان، يتم تقييمهم في علاقة بخطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال من طرف جهة دولية قوية ياسر اسمها مجموعة العمل المالي، الجافي، الفيتياف. أكل لي كان نذكروشي في تقييمات في 2017 و 18 حتى تونس في القائمة الرمادية، على خاطر ظهر لها اللي تونس ما كانتش تعمل في ولا تأسس في الآليات اللازمة في الفترة هذيك في علاقة بالتوقي من الخطر هذا. الكتاف وقتها ومؤسسات دولة أخرى خدموا بصفة كيفش يقولوا أكثر صرامة وأكثر نجازة، وخرجوا تونس من القائمة الرمادية. ومن وقتها تونس خارج القائمة الرمادية، فما تقييم باش يجي 2025 هو اللي باش يحكم يعني ندرى الكتاف ومن خلالها تونس متوقية، عندها الآليات اللازمة الناجعة للتوقي من خطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال ولا ما عندهاش. هذا هو التقييم وين يصير على عمل الكتاف. هو للأسف ما عندناش الخلفية كاملة في الإيقافات، لكن نشوفوا اللي تم تغيير مدير تنفيذي الكتاف سنة 22. اليوم المديرة التنفيذية للأسف يتم إيقافها ثم تلق صراحة، فما معناها ملف محلول على مؤسسة الكتاف. هذا كل يأسفنا، معناها مؤسسات دولة تكون فهل كيفاش يقولوا تحت المجهر هذا. لكن اللي يخوف أكثر اللي هو هذا يثير بعض
الاستغراب ويمكن حتى تتبعوا بعض الإجراءات عند المؤسسة الدولية اللي هي الجافي الجافينها لآخر مش تقول شنو صاير عندكم في تونس توقفوا في المديرين التنفيذيين نتاعكم فما انفستيغاسيون تحوم حول الكتاب. فهذا كانوا حاجة مهمة وسيريوز لازم نسمعوا بها ونفهموا شنو اللي صاير، كاني حاجة ماهيش سيريوز نخافوا تمس من سمعة تونس فهالمجموعة الدولية هذه اللي هي كما قلت مجموعة نافذة ونافذة جدا. نبدأوا ساعة من المنطلق، التمويل الأجنبي هو مكفول بالقانون التونسي وبالمعاهدات المواثيق الدولية اللي مصح عليهم تونس، يعني أنه جمعية تتلقى تمويل عمومي من تونس أو تمويل أجنبي من برا هذا ماهوش يعني ماهوش تجاوز في حد ذاته. أنه ليزي تقول أنه التمويل هذا فيه شبهة لأنه جاء مدة الانتخابات لبعض الجمعيات، هذا كذلك غريب شوية لأنه الجمعيات هذه هي عندها مشروع لمراقبة الانتخابات، فأكيد التمويل الأجنبي اللي مشي جهة مشي جهة في فترة الانتخابات. فهذا المنطق شنو نقول إنه ليزي هي اللي تشعر أو إنه هي اللي عفوا لا تشعر إن هي حولت الملف هذا القضاء حسب البلاغ متاحة وحسب ما قالت إنه جاها الإشعار أو جاها الخبر من أجهزة الدولة، مش هذا اللي إحنا معتادين به. الهيئة كما هيئة ليزي اللي معتدين به مش هذا هي تقوم به. كي نرجعوا للقائمة نتاع الجهات المحمول عليها إشعار الكتاف ما نذكر شريط ليزي ما بيناتهم، لكن رأيي ممكن تكون فما تطورات قانونية ولا إجرائية وإحنا كمواطنين ما في بالناش بيهم. هذا كله فما تزامن شوية غريب بين جمعيات مشيت تبحث على شبهة تلقي تمويل خارجي في حين أنه هذا ممكن، أنه مديرة تنفيذية الكتاب يتم إيقافها على موضوع ما نعرفه شنو، عنا تقييم لتونس جاي 2025، عنا مبادرات لتغيير قانون الجمعيات، عنا ناس في الحبس على شبهات تبييض أموال وتمويل إرهاب. هذا كله يخلينا في حيرة، وماذا بينا كان السلطات العمومية في إطار يعني تفاعلها مع المواطنين تعطينا الخبر الصحيح، مش نعرف شنو صحيح وشنو غلط.